بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا شرح جديد على قناة محترف الشرح. في هذا الشرح الجديد سنتطرق طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب بصيغة MP3. كل ما علينا فعله هو فقط نسخ رابط الفيديو الذي نريد تحميله بصيغة MP3، ثم الذهاب إلى جوجل ونكتب يوتيوب MP3 ونضغط على أول خيار. نقوم بمسح هذا الرابط ونلصق رابط الفيديو، ثم نضغط convert to video. ثم نضغط على تيليشارجي لتحميل الفيديو. نقوم بتشغيل هذا هو الفيديو الذي قمنا بتحميله بصيغة MP3. أتمنى أن الشرح عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك على الفيديو وتعليق إذا كان لديكم أي استفسار أو مشكلة. إلى اللقاء.